نظام هش ومسير، ولم يغير الدعم الإيراني ولا السلاح الروسي على مدى 4 سنوات من حاله شيئاً، إلا مزيداً من الهزائم والانتكاسات المتوالية عليه تباعاً، ما دفع أصحاب قراره الإيرانيين بالتوجه إلى موسكو في محاولة جديدة لإنقاذه من نهاية باتت قريبة. مصادر إقليمية تحدثت عن لقاء إيراني روسي في موسكو حصل في تموز الماضي، فتح فيه أحد كبار الجنرالات الإيرانيين قاسم سليماني خريطة سوريا ليشرح للروس كيف يمكن أن تتحول سلسلة من الهزائم التي مني بها نظام الأسد إلى انتصار بمساعدة روسيا، ليكون الخطوة الأولى في التخطيط للتدخل العسكري الروسي ونسج خيوط جديدة للتحالف الإيراني الروسي. التخطيط للتدخل العسكري بدأ بقصف الطائرات الحربية الروسية لمواقع الثوار، مع وصول قوات خاصة إيرانية للمشاركة في عمليات برية تشمل مواقع قريبة من الساحل السوري، كما تهدف لفك الحصار عن مواقع قوات النظام التي يحاصرها الثوار. وفي دمشق تهدف الخطة لاستعادة أحياء جوبر والقابون ومخيم اليرموك بحسب تسريبات المصادر الإقليمية ذاتها. الروس برروا تدخلهم العسكري في سوريا بأنه جاء نتيجة لطلب رسمي من رئيس النظام الذي تحدث عن المشكلات التي تواجهها قواته بتعبيرات شديدة الوضوح، عندما قال إن الجيش يواجه نقصا في الطاقة البشرية. وبحسب المصادر فإن حوالي 3000 مقاتل من حزب الله حشدوا للمشاركة في المعركة البرية إلى جانب قوات النظام، وأنه تم ترتيب التدخل العسكري الإيراني الروسي في سوريا في إطار اتفاق يقضي بأن تدعم الطائرات الروسية العمليات البرية التي سيشارك فيها مقاتلون من إيران وسوريا وحزب الله، كما تضمن توفير أسلحة روسية أكثر تطورا لقوات النظام وإنشاء غرف عمليات مشتركة تجمع هؤلاء الحلفاء معا، بالإضافة إلى العراق.